الطاووس النحس اجت اكتمل الفريق. الله لا كان جاب الغلع، انبلينا بالغراب تبعها مثل ما انبلينا فيها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الغرفة الثانية بعد الباب، أنا بدلك عليها، تفضل. فيروز خانم أهلا وسهلا. حبيبتي مرحبا. أهلا فيكي. الحمد لله على السلامة. مرحبا. فيروز خانم إجت. كمل سيلفو بلي. كيف إيدي؟ كتير منيحة. واضح كتير يا روحي. أنا رح أروح، ما بدي يحكوا علي. خليكي هون شهيرة. رجعتوا بكير، اشتقنا لإسطنبول. ما كتير مهم وين بكون، بس تكون فيروز خانم جنبي. العطلة بالنسبة لإلي هي المكان اللي موجودة فيه. فيروز خانم شو هاد؟ تحسين عمل لي إياها مفاجأة، عرض عليك الزواج؟ شو حلوة هالضحكة. بكرة حابين نعمل حفلة عائلية صغيرة وبدنا نخبر الكل بهالخبر الحلو. ما عم صدق. برافو. شكرا إلك. ألف مبروك. كلك ذوق. تسلم. ما بتعرفوا، يمكن نتزوج قبلكم. نحن ما في عنا سبب نستنى مشانه. لسه بدنا نحكي. بدك تحكي لي كل التفاصيل. ماشي ماشي. نيال حبيبتي، إذا بدك خلينا نخبره لعمي إنه نجي. انتوا طلعوا لفوق، نحن منجي بابا وبنجي. هو بالوش. وقفي وقفي، انا ما رح ضل. بكره المساء بشوفه لعدنان بيك. هيك لكان في حديث طويل بيناتنا، بس خليني افتح الشناتي. ماشي، بهنيكم مره تانية، ان شاء الله خير. شكرا لك. هلأ نحن شو عم نستنى فيروز؟ خلينا نتزوج هالأسبوع. إذا بتريد بلا ما نستعجل، خلي وضع سمر يبين بالأول وخليني أعرف شو بدي ساوي. طيب، بس لا تزهجي حالك كرمال كل شي بهون. ماشي. أنا ما فيي ضل يا إلغام خانم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. اذا بتريد استنى شوي. كيف فيينا؟ رائعه والله. انا من بعد اذنكم بدي امشي. خلينا نضيفكم شي. شكرا كثير لك حياتي. الله معك. مع السلامه. سمر بتعرف انك اجيتي؟ لا، رح ضبضب اغراضي وبعدين رح اتصل فيها. سمر قاعده فوق. عن جد عم تحكي؟ ايه، امبارح اجت هي وعدنان على البيت. خلصتوا؟ راحت علي. تفضلي لو سمحت. Thank you.